السلام عليكم ورحمة محمود. ان شاء الله رب العالمين صار معكم حادثه في سخنه بالمدينه بالميقات بذول حذيفه، شو كيف التفاصيل تبع الحادثه ان شاء الله رب العالمين؟ السلام عليكم. الحادث وصلنا الميقات، الشاب اشترى الازار على بعده على الرصيف، اجر على الرصيف اجر على لا بده يطلع على يجيب قرات اظافر، اجت سياره بسرعه ضربه السائق اللي ضربه زلم كبير مسن ولاد صغير. معاه رخصة؟ شفته معاه رخصة؟ معاه رخصة؟ جبتوا الشرطة؟ اجت الشرطة واجا الاسعاف، ما بتلاقي معوش رخصة. ولوين نقلوه؟ نخدوه على مستشفى الميقات. مستشفى الميقات بالاول لغال، بعدين نقلوه على مستشفى الملك فهد. كيف شو طمنكم الاداري اللي ظل معاه مثلا؟ ما بقدرش احكي انا، الحمد لله ان شاء الله رب العالمين مستقر، الحمد لله وضع مستقر ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله وصلتم بخير وسلام ان شاء الله رب العالمين لمكه، ان شاء الله رب العالمين عمره مقبوله ان شاء الله رب العالمين. بارك الله فيك، الله يخليك وتطمنوا عليه وان شاء الله يروح بالسلامه يا رب. يروح بالسلامه وبروح معنا الشباب بخير وسلامه ان شاء الله رب العالمين. الله يخليك ويرضى عليك.